بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي مشاهدي الحياة قناة الحياة في كل مكان ومتابعين صفحاتنا على التواصل الاجتماعي، بحييكم تحية سلام المسيح. سلام المسيح معكم، سلام المسيح في بيوتكم، سلام المسيح لقلوبكم. وإحنا جايين اليوم نعظم اسمه ونمجده في حلقة اسمها أتينا نسجد. جايين نسجد لأنه إله يستحق السجود والإكرام، وسجود جزء كبير من عبادتنا، بيشمل أشياء كثيرة. رب بعت كثير ترانيم في هالمجال، رح نلخصها مع بعض. بس بالأول حابب أعيد كل الأمهات في العالم اليوم. العالم الغربي بيحتفل بعيد الأم Mother's Day. كل عام وكل أم بخير، كل عام وكل أم ببركة. وبخص أمي العزيزة وبصلي الرب يبارك حياتك ويعطيك سنين بركة وتضلي فوق راسنا، وبصلي لكل أمياتكم، بصلي لزوجتي وبشكر الله من أجلها ومن أجل تحملها اللي بتعملوا معاي، وبصلي لكم كلكم. يريد هالعيد نغير اسمه لعيد المرأة الفاضلة عشان نقدر نصلي لكل مرأة فاضلة في العالم، أم، أخت، مرات أخو، كل مرأة بالعالم مرأة فاضلة تستحق إنه نذكرها ونصلي لها ونقولها كل عام وأنت بخير، كل عام وأنتوا تتوسطوا عائلاتكم، كل عام وأنتم مجموعين بالبركة، كل عام وكل ذكرى أليمة يمكن أما تكونش موجودة بناتكم، لكن الرب موجود ولنا رجاء كبير فيه أنه لنا لقاء عن قريب مع اللي سبقونا وراحوا على السماء. نشكر الرب من أجل حياتهم على الأرض، ونشكر الرب من أجل الرجاء اللي قلنا في يسوع المسيح المقام من بين الأموات أنه راح نكون مع بعض. أشكرك، ما أعظمك يا يسوع في كل شيء، في رجائك، ما أعظمك في محبتك إلنا كلنا. فلما نقول لك أتينا نسجد، هذا أقل شيء ممكن يعمل. والسجود حلو على الركب، فعلا السجود على الركب، لكن برضه هو طلب السجود بعبادته بالروح والحق. ساعدنا يا رب اليوم نسجد لك بالروح والحق. لقيت أنه كلمة سجود تحوي كلمات كتير من خلالها، اللي راح نشوفها بالترانيم اللي راح تترنم، فيها اختيار. أنا أختار أني أسجد، أنا مش ما فرض علي السجود، لكن من ما عمله بحياتي بركع، بسجد، بجثو على ركبي لهذا الإله العظيم، الله الواحد اللي ما لوش شريك. في اختيار، في شهادة، بشهد أنه ما فيش غيره بحياتي. إله يسود، تجديد كل يوم وأنا ساجد، بتجدد في محضره، حضوره الدائم في حياتي، تغيير، تكريس، تقديس، خضوع كامل، توبة ورجوع، حب. السجود حب لله، إعلان وشهادة زي ما قلت، وطاعة مطلقة لهذا الإله العظيم، طاعة مطلقة. علمنا يا رب السجود أمام جلالك بكل الأشياء اللي ذكرناها، نرجع بتوبة، نسجد بطاعة مطلقة، نسجد بخضوع، نسجد بخشوع، نسجد بمحبة، لأنك تستحق وعملت لنا كتير وأحببتنا كتير إلى المنتهى. أحببت أشكرك علشان هيك جاي أعظم اسمك القدوس اليوم وأمجدك. أنا وإخواني وإخواتي نتشارك يا رب في قلب واحد، نرفع لجلالك كل حمد، كل شكر، كل إكرام، وننحني سجود عند أقدامك يا سيد. وجاي نقول لك أتينا نسجد. اقبل يا رب سجودنا، اقبل عبادتنا في المسيح يسوع. آمين. أتينا نسجد. أتينا نعبد، أتينا نشهد،
أنك الإله. أتينا نجدد العهد ونتجدد فيك يا من توجد كلمة الحياة. أتينا نسجد، أتينا نعبد، أتينا نشهد أنك الإله. أتينا نجدد العهد ونتجدد فيك يا من توجد كلمة الحياة. قدوس 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 الله مالك المجد. قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. قدوس 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 الله مالك المجد. قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. وعدنا نؤكد نكرم نمجد نشكر ونحمد أبانا في السماء. وجهك نقصد غيرك نرفض نهتف نردد لك بالثناء. وعدنا نؤكد نكرم نمجد نشكر ونحمد أبانا في السماء. وجهك نقصد خيرك نرفض نهتف نردد لك بالثناء. قدوس 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 الله مالك المجد. قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. نسجد أمامك أمام عرشك نعبد جلالك من مثلك. نسجد نسجد أمامك أمام عرشك نعبد جلالك من مثلك. قدوس 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 الله مالك المجد. قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. قل له معي قدوس 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 الله مالك المجد. قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. قدوس 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 الله مالك المجد. قدوس قدوس مجده ملء كل الأرض. قدوس 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 أحمدك أمجدك أباركك لأنك قدوس. قدوس ما في كلمة توصف شو يعني قدوس، لأنك أنت منزه عن الوصف وفيك كل قداسة. أشكرك وأعظم اسمك
وعليه مع كاتب مزمور 99. قال علوا الرب في العدد الخامس من المزمور، بيقول علوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدميه، قدوس هو، قدوس هو، ما فيش غيره. تعالوا بلحن البسيط نسبح ونعلي اسمه القدوس. علي اسمه معي، علوا الرب، علوا الرب، علوا الرب إلهنا واسجدوا، اسجدوا عند موطئ قدمي. قدوس هو، قدوس هو، قدوس هو، قدوس، قدوس هو، قدوس هو، قدوس هو، قدوس، قدوس، قدوس هو، قدوس هو، قدوس هو، قدوس، قدوس هو، قدوس هو، قدوس هو، قدوس وحده، قدوس هو، قدوس، قدوس هو، قدوس. ما أجمل أن توجد في محضر القدوس كل وقت، واللي موجود في محضر القدوس هيشوف القداسة، هيشوف النور. ما بقدرش أجي أسجد في محضر القدوس إن لم أقدس نفسي وأكرس نفسي إله وأطلب طلب صلاة، يا رب من فضلك اجعل حضورك دائم أمام عيني في تعاملي مع إخواني وأخواتي، اجعل حضورك يا سيد يا سود يملك، اجعل حضورك مستمر يا رب، مش بس أحضر اجتماع وقول شفنا حضور الرب في الاجتماع وأرجع بيتي وأرجع لحياتي وأرجع للأشياء اللي ما تغيرتش عنها. أنت عارفها وأنت شايفها. في اسم المسيح اليوم يا رب أصلي لك، بترجاك أنا وإخواني وإخواتي اللي عم بيصلوا معي متحدين، عيشنا حضورك المستمر. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معك. في غرفة مظلمة ما فيهاش نور، لو في بصيص نور صغير كل ما قربت منه راح تشوف أكتر، وكل ما النور زاد راح يورجيك أكتر، وكل ما النور ساد على المكان راح يسود على حياتك أكتر، عينيك تشوف أكتر، مش بصرك اللي يشوف أكتر، بصيرتك اللي تشوف أكتر. وهذا اللي بيحصل في محضر الله. ساعدنا يا رب، عيشنا في محضرك. ها
أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي هيستناك. طلبه يكون معاك وحدك لا سواك، هو اللي بيشفي. أنا طالب أتغير لشخصك أتغير، وإن كان حبي صغير لمستك تروي قلبي حيستناك. طلبه يكون معاك حبك لا سواك، هو اللي بيشفي. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. قربك مجد تاني في عشرتك أماني، حبك ليه معاني قلبي بيتهجى. جلسة بين ايديك والسجود لديك، نظرة من عينيك كل ما اتمناها. قربك مجد تاني في عشرتك أماني، حبك ليه معاني قلبي بيتهجاها. جلسة بين ايديك والسجود لديك، نظرة من عينيك كل ما اتمناها. انا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. صليها معي. طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. يا أبرع جمال لك مجد وجلال، حبك فاق الخيال عنوان الصليب. ما لم ترى عيب تسمع بي أذان، أو يخطر على بال حبك يا حبيب. طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. طالب حضورك. قربك مجد تاني في عشرتك أغاني، حبك لي معاني قلبي بيهجاها. لا للركبتين ولا للحقوين، بل بقرب قلبك عبرني إليك. قربك مجد تاني في عشرتك أماني، حبك لي معاني قلبي بيتهجى. جلسة بين ايديك والسجود لديك، نظرة من عينيك كل ما اتمناه. قل له يا نهر سباحة بيت خمر وراحة، يا محول المناحة في قلبي لإيديك. يا نهر سباحة بيت خمر وراحة، يا محول المناحة في قلبي لإيديك.
لا للركبتين ولا للحقوين، بل بقرب قلبك عبرني إليك. أنا طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. طالب حضورك ولذة رضاك، تملاني بنورك بالقرب معاك. شو قلبنا يا رب وطلبنا حضورك في حياتنا، وجايين اليوم جزء من سجودنا يكون تكريس لجلالك، أن نضع الثمين أمامك، أن نتخلى عن كل شيء بيبعدك عنا، كما عملت مريم سكبة الطيب الغالي زي ما بيقولوا تحويشة العمر عند قدميك ولاموها إنه أنت كيف بتعمل هيك، لكن تعال اليوم وأسكب أغلى ما عندك عند قدمين هذا الرب، مش عشان تخسرها، عشان ترجعها لحياتك بركات وبركات وبركات. مريم خسرت الطيب في هداك الوقت، كسبت حياة أبدية. شو الإشي اللي أنت حاجزه عن الرب اليوم؟ شو الإشي اللي بسأل نفسي أنا مانعه من أني أحطه أمام الرب اليوم؟ خصوصياتي، حياتي الخاصة، كبريائي، فني إذا كان عندي فن، مني ما كله منك يا سيد. موهبة، رح نقول موهبة، في إشي مني أصلاً؟ العود، العزف، الغنى، اللي أنا اللي فيه، الشهرة، الناس، اللي كله أضعه عند قدميك يا سيد، علشان أتبارك، علشان تملى حياتي بركات أكتر وأكتر، عشان أشوفك أنت الأساس قبل كل هذه الأمور. هذه الأمور أنت منك وهبتها بالأصل ليتمجد اسمك فيها. أنا جاي مع المرنم بقول لك ها آتي بطيبي فوق رأسك اليوم يا سيد. هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك. عوضا عن شوقي في إكليلك، واتكي راسي على صدرك. عوضا عن شوقي في إكليلك، واتكي راسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، أقرورة طيبي أكسرها هنا هنا. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، أقرورة الطيب أكسرها هنا. عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا لا ولا عنا. عند قدميك وأدهنهما، حيث راحتي لا ولا عنا. لا يكن في قلبي شريك لك، لك كل قلبي لك وحدك. ولينكسر قلبي يشبع قلبك، فكل دهشتي في مجدك. فلينكسر قلبي ليشبع قلبك، فكل شهوتي في مجدك. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة وينتهي الزمان. دعني أكرم اسمك وأرفعه الآن، لئلا تمضي الفرصة
وينتهي الزمان ومريم وحدها قد فازت بالنشان. وطيب المريمات فاته الأوان، مريم وحدها قد فازت بالنشان. وطيب المريمات فاته الأوان. دعني أسكب نفسي عند قدمي وأتضامن بملء نظري. دعني أسكب نفسي عند قدمي وأسعى دواما بملء نظري. وأسعى ضعيفا وأستند عليه حتى كل المجد يرجع إليك. وأسعى ضعيفا وأستند عليك حتى كل المجد يرجع إليك. يا رب كل المجد يرجع إليك. أشكرك أشكرك أمجدك. المجد ليك، المجد ليك، ما أنت المجد نفسه يا سيد. لك كل، لك كل المجد. في محضرك يا رب، في محضرك نتغير. بسألك في اسم المسيح اليوم وإحنا ساجدين أمامك عبدينك، إنك اتغيرنا يا رب. عفوا، اتغيرنا على شبهك وعلى صورتك يا سيد، كما يشكل الفخاري الآنية الجيدة. يا رب تعالوا عيد تشكيل آنيتي. أنا بسجد أمامك في آنية قديمة يمكن، وفي آنية محتاجة تصليح، لكن أمام جلالك يا الله تعال اكشف عن عيني كل غشاوي بتمنعني أني أتغير فيك. مد إيدك الحانية يا سيد على كل واحد الآن، وألمس في حياتنا ما يحتاج لتغيير. شخصيتنا، نرفزتنا، أنت عارفها يا رب. طمعنا، أنت عارفه. من فضلك تعال وشكل من جديد، شكل من جديد. خلينا نشبه ابنك يسوع في كل يوم. بقول ابنك يسوع بفخر. أنت لم تلد ولم تولد، بس عشان الأسئلة والكومنتات اللي بتيجي، حاشا أن يلد الله وحاشا أن يكون له زوجة. كما أنت وكما أنت ابن هذه الحياة، يسوع المسيح هو الله. منقول ابن الله لأنهم واحد. له كل المجد في كل آن في كل حين. أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك. أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك. عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحزن في عينيك. أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي بين يديك. عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا. إن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أخضع ذاتي دون عنادي لأصابعك تشكل فيا. إن أتوجع لن أتراجع، فأنا اشتقت لعملك فيا. أيها الفخاري الأعظم، أنا كالخزفي
بين يديك عضو صنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك، لا لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. آتي إليك بكل فسادي ثقتي في نعمتك ويديك، لا 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 لليأس ولا للماضي، قلبي اتجه الآن إليك. أيها الفخار أعظم، أنا كالخزف بين يديك، عضو اصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. أيها الفخار الأعظم، أنا كالخزف بين يديك، عود واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عينيك. اصنعني وعاء آخر آنية للكرامة، اصنعني وعاء آخر آنية للكرامة، يظهر مجدك به، يظهر مجدك به. يا رب هذا شو قلبنا وطلبنا، كل هالترنيم اليوم من فضلك يا سيد، تعال وغير وشكل فينا، توبنا فنتوب، توبنا فنتوب. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، بيقول الكتاب. أنت اليوم رح تسمع صوت الرب لو طلبته، مش تسمع صوته يعني تسمعني أنا، ولا تسمع الترنيم ولا العود ولا أي شيء من هذا الموضوع ولا دوشة هالعالم، تسمعه بهمسة شخصية إلك، تسمعي اليوم برسالة ما سمعتهاش من قبل، بيقول لك ارجع، بيقول لك ارجع، بيقول لك توب. رح تقولي أنا مش خاطي، نيالك إذا مش خاطي ونيالك إذا مش خادع نفسك، لكن أنا بعترف أمامكم أنا كل يوم محتاج إلى التوبة، وأتذكر المحبة الأولى اللي حبنيها يسوع اللي حبيتها أنا ليسوع لما تعرفت عليه وأرجو قال له يا رب رجعني، رجعني اليوم. كثير ناس بتقول أنا يمكن أتوب بعدين، خليني هلا بالحياة، ساعة على قلبك وساعة على ربك. حلو، كلام جميل، لكن يمكن الساعة اللي لقلبك هاي بعدها تخلص حياتك. ربنا اللي عمله علشان كل واحد فينا بيجعلنا تلقائيا نسلم، بيجعلنا تلقائيا نخضع، نسجد زي ما منقول السجود بالروح والحق إله. تعال صلي معي الترنيم الخليجية الجاي اللي بتقول لا تأجل التوبة وارجع لربك، عجل، لا تأجل التوبة، ارجع بسرعة اليوم، لا تقول أبرجع بكرة، بكرة ما هو معلوم، مين في نظام عمره، يكفي مفاتك، تكسب حياتك قبل مماتك. ارجع لربك عجل، ارجع لربك عجل، ولا تأجل، لا تأجل.
لا تأجل لا تأجل التوبة وارجع لي ربك عجل أيامك محسوبة. لا 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 تأجل لا تأجل التوبة وارجع لي ربك عجل أيامك محسوبة. تكسب حياتك قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا 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 تأجل. ارجع بسرعة اليوم لا تقول برجع بكرة بكرة ما هو معلوم من في نظام عمره. ارجع بسرعة اليوم بوم لا تقول برجع بكرة بكرة ما هو معلوم من في نظام عمره. يكفي ما فاتك تكسب حياتك قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا 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 لا, لا تأجل. انت ابنه محبوب غالي عقلب الله لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. انت ابنه محبوب غالي عقلب الله لحظة اللي فيها تتوب كل اللي فات ينسى. تكسب نجاتك تكسب حياتك قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا لا تأجل لا 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 تأجل لا لا تأجل لا تأجل لا تأجل التوبة وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا تأجل التوبة وارجع لربك عجل أيامك محسوبة. تكسب حياتك قبل مماتك تكسب حياتك قبل مماتك وارجع لربك عجل لا تأجل لا تأجل لا 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 لا, لا تأجل. أمين أمين. والترنيمة اللي جاي بتقول أعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص، ما في اسم تاني للخلاص إلا يسوع الغالي. إنجيله بيعلمنا نحب الأعداء نبارك اللي بيلعننا واللي أساء. إذا بتلاقي أسمى من هالتعاليم في العالم أنا بقولك اتبعها، لكن ما في أسمى ولا أرقى من معلم سيدي المسيح فيه، وما في أسمى ولا أرقى من الحياة اللي عاشها كإنسان كأسلوب حياة. ما حدا قدر يبكته على خطية، ما في إشي اعتذر عنه لأنه ما عمل خطية. ما أجمل أنك تعبد هيك إله،
ما مش ضروري يعطيك أعذار، مش ضروري يعطيك تعديلات وتصليحات وكان قصده وما كانش قصده. المسيح واضح جدا في تعليمه وواضح جدا في كل شيء. ليش ما يكون واضح جدا في مشيئته الصالحة لحياتك اليوم اللي يقول لك ارجع اسجد توب واعلن اشهد عنه. إذا أنت عرفت المسيح وما شاركت إخوانك وأخواتك فيه كمان خطية، كيف 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 أنت بتحس أنه ماسك هالكنز وعايش فيه ومتبارك أنت وعيلتك ومانعه عن أخوك اليهودي وأخوك المسلم اللي بتحبه؟ شاركه عن المسيح، مش عشان يكون موضع جدل ولا خلاف ولا نقاش ولا مين صح ومين غلط، لكن شيء غير حياتك، شيء نقلك إلى حالة أفضل، شاركه مع أخوك. أنا لو بعرف في دواء كويس في العالم وأعرف أنه أخوي مثلي عنده نفس المرض، معقول أحجب عنه هذا الدواء؟ بعطيه على طول. بحب أوضح الفكرة لإخواني وإخواتي اللي بسمعوني من أديان تانية، لا الموضوع أنه التحكم على دينك ولا الموضوع أنه أكسب أرقام للمسيحية ولا 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 ديننا عمره انتبه لأرقام، أصلاً هو مش دين. لكن يسوعنا بيذكر في بعض الأمثال أنه ترك 99 خروف عشان يلحق خروف واحد ضال، فتهم النفوس، تركهم محفوظين عارفين أنه هدول في الحظيرة معه وما اكتفاش فيهم، لا راح كمان يوصل رسالة المحبة لغيرهم ويجيب الخروف الضايع. يمكن اليوم أنت بتدور أو بتسأل شو المسيحية بعبده وشو الموضوع، من فضلك بسألك اليوم تتحرر من قيود اللي تعلمتها زمان المغلوطة عن المسيحية. أول ما حطيت الحلقة أتينا نسجد، تبتدي تشوف الكومنتس إنه تسجد لواحد ولا لثلاث ولا يعني حبيبي لو المسيحي، بقول لك كل مرة لو المسيحي بيعبد ثلاث آلهة معناته رح يخاف منك أنت، يقول لك ما بيقول لك بعبد ثلاث آلهة ببساطة يعني، لكن نحن نعبد إله واحد له السجود له المجد، وهذا إعلان إيماننا. يسوع 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 بغيره ما في خلاص، يسوع 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 سيدي وتاج الراس، يسوع غيره ما في خلاص، يسوع 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 سيدي وتاج الراس، واعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص، اعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص، أحب العالم كله عالم خطاه، الله برحمته وعدله وهبه حياة، أحب العالم كله عالم خطاه، الله برحمته وعدله وهبه حياة، توب وسلم حياتك يسوع الأساس، أعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص، أعلن بالصوت العالي لكل الناس إلا بيسوع الغالي ما في خلاص، ¶¶
إنجيله بيعلمنا نحب الأعداء، نبارك اللي بيلعننا واللي أساء. إنجيله بيعلمنا نحب الأعداء، نبارك اللي بيلعننا واللي أساء. توب وسلم حياتك يسوع الأساس، واعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. اعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. أمين. واليوم من صوته تسمع يقول لك تعال، لا تكسي قلبك وارجع، ارجع في الحال. واليوم من صوته تسمع يقول لك تعال، لا تكسي قلبك وارجع، ارجع في الحال. واليوم صوته تسمع يقول لك تعال، لا تكسي قلبك وارجع، ارجع في الحال. توب وسلم حياتك يسوع الأساس، واعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. اعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. اعلن بالصوت العالي لكل الناس، إلا بيسوع الغالي. لا 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 ما في خلاص، له كل المجد، إلا بيسوع الغالي ما في خلاص. هذا الإله العظيم، السجود متعة أمامه، محلى السجود أمامك. أنشد بالعود لجلالك، مبارك اسمك. كل حنان ما يملك قلبي أمامك غير السجود، محلى السجود أمامك. أنشد بالعود لجلالك. وصوتي ليك هيعلى بهتاف أناشيد، ولأنك عايش فيا
أيامي عيد وبتغني حياتي جنبك بالمواعيد، ما يملك قلبي أمامك غير السجود، محلى السجود السجود أمامك. أنشد بالعود بالعود لجلالك، مبارك اسمك. أنا عزي بيك وفخري وما ليا سواك، وسراج لرجلي كلامك وماشي وراك، وعلى أيامي يا ربي ما يسود إلاك، وعلى أيامي يا ربي ما يسود إلاك. قوله على بيتي، وعلى بيتي يا ربي ما يسود إلاك، وعلى قراراتي يا ربي ما يسود إلاك، وعلى حياتي يا ربي ما يسود إلاك، وعلى أفكاري، وعلى أفكاري يا ربي ما يسود إلاك، ما يملك قلبي أمامك غير السجود، محلى السجود السجود أمامك. أنشد بالعود لجلالك، قل له معي، محلى السجود السجود أمامك. أنشد بالعود لجلالك، محلى السجود أمامك، محلى السجود أمامك، محلى السجود أمامك. أشكرك، أشكرك، أعظم اسمك على فرصة وجودنا في محضرك المقدس. أشكرك اللي بتسمح لنا وبتتنازل وبتسمع صلواتنا وبتقبل سجودنا يا سيد. كم أنت عظيم وكم أنت مبارك، كم أنت مبارك. تعالوا نتحد بالصلاة، نصلي لبعض الطلبات الصلاة اللي وصلتنا. من فضلكم صلوا للأخ نبيل من مصر، الأمور صحية وأمور في القلب. يا رب أنا بشكرك وبعظم اسمك لأنك أنت الطبيب الشافي. يا رب من فضلك لمسة شفاء لأخونا نبيل الآن يا رب. المس قلبه، مش بس تلمس قلبه، اخلق قلب جديد يا سيد. أنت قادر أنك تخلق قلب جديد لنبيل. من فضلك يا رب تعال وباركه، وباركه يا رب، وخلي يعرفك، خلي يكون متأكد من خلاصه في المسيح. ويا رب متعه بشفاء القلب يا رب. أنت قادر، أنت الطبيب الشافي الأعظم. باسمك الغالي بصلي ولك كل كرامة ومجد، أمين. أختي صفاء صبحي طلبت صلاة برضو لأمور صحية. يا سيدنا الرب أشكرك، أعظم اسمك لأنك تسمع الصلاة وتستجيب. يا رب أخت صفاء صبحي بين إيديك الآن يا رب، زورها زيارة خاصة شافية يا سيد. شيل الألم، شيل المعاناة يا رب، ورجع، رجع، اخلق الخلايا جديدة في جسمها من الأول. أنت الخالق، أنت القدوس، أنت اللي بتقدر على كل شيء. نتحد في الصلاة من أجل هذه الأخت المباركة يا سيد، خادمتك. من فضلك يا سيد
انظر إليها بعين الرأفة والرحمة يا سيد الآن، وتحنن عليها بشفائك، أنت الشافي، لك كل المجد، في اسم يسوع بصلي، أمين أمين. الأخت ميرفت، رجاء الصلاة من أجل أمور عائلية ومن أجل أطفالي. يا رب أنت مانح الأسرة، وأنت رب الأسرة، وأنت رب الجميع. من فضلك يا رب أضع بين إيديك أخت ميرفت، وأوضعها في البيت، وأوضعها الاجتماعي اللي أنت عارفها يا رب، وأوضعها مع أطفالها. من فضلك يا رب تحنن على صلوات هذه الأم، وإحنا بنحتفل بعيد الأمهات يا سيد، إنك تتحنن على صلواتها يا رب، وتقبل تسمع صلاتها، وتزورها زيارة خاصة، وتجمعها في أولادها في أقرب فرصة يا سيد. أنت تفتح ولا أحد يغلق، أنت اللي بتقول كلمتك، ومين يقول بعدك كلام؟ يا رب أرسلك من فضلك ميرفت بين إيديك، نتحد في الصلاة من أجلها، من أجل بيتها، من أجل صحتها، حياتها، وخدمتها، وأطفالها. الآن في اسم المسيح نصلي، ولك كل كرامة ومجد، كل كرامة ومجد. وعلى قلبي أصلي معكم للأوضاع اللي بتصير بالعالم. يا رب أنا بشكرك على اللي إحنا عايشين فيه. صحيح إحنا في بيوتنا، صحيح مقيدين، لكن أشكرك يا من أنت الشافي الوحيد من الوباء، يا من لا يصعب عليك مهما يكون اسم المرض. تعال اتحد معي اليوم وحط المرض اللي شاغلك قدام يسوع، مهما يكون اسمه، مهما يكون اسمه، مهما يقول لك الطبيب، وبيقوله كتير وأسماء كتير، كورونا، سرطان، كله تحت الأقدام في اسم يسوع. كله اليوم ندوس إبليس، وننتهر كل روح محاربة من إبليس، كل روح قلق، كل روح ضعف، كل روح خوف. يا سيد من فضلك زور كل بيت ممثل باللي بيصلوا قدامك يا سيد الآن. كل أخ وأخت رافعين قلبهم بالصلاة أمامك، زورهم زيارة خاصة يا رب اليوم، لكل بيت، كل بيت محتاجك يا رب، محتاج بركة وجودك فيه. أنت عمرك ما بخلت علينا، ودائما نطلبك من لقيك. عمره حدا ما انتظرك، عمره حدا انتظرك وخاب أمله. كل اللي بيستنوك يا رب تجيبهم. أشكرك لأنك إله عظيم تستحق السجود، وتستجيب الصلاة في اسم يسوع بصلي، ولك كل كرامة ومجد، كل كرامة ومجد من الآن وإلى الأبد. أعزائي، لنا لقاء بمشيئة الرب يوم الخميس، نسبح ونرنم للرب مع بعض. سلام المسيح يكون معكم في بيوتكم. سلام المسيح.